انطلاقة موفقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم. خمسة من الجياد العربية الأصيلة تشارك مسافة 1800 متر طامح في صدارة، ومن الجهة الخارجية القطري في الوصافة أقاصي ملك سيد حمد عادل المسلماني ويانيس وابن في وضع الانتظار. نشاهد من الجهة الخارجية الجواد معزوز السيد راشد مبارك جبال النعيمي، وتخطف الصدارة مياسة السادة مربط إنجاز وجيبي جمبر في قيادة هذا الشوط المنعطف الأول، واتجاها إلى المنعطف الثاني مياسة من الجهة الخارجية والطامح من الجهة الداخلية، وفي الوصافة ثنائية للجواد معزوز والجواد قاصي محاولات للحاق، ولكن مياسة بشكل جميل وهادئ وقيادة جميلة. تغيير من الجواد معزوز، راشد مبارك جفال النعيمي والفارس بيير كونفرتينو يغير إلى الترتيب الثاني، وهناك الجواد طامح السيد إبراهيم المالكي والبرتو سنة ومحاولات وإعازات من الجهة الخلفية للجواد القطري سيد المهندس حسن علي عبد الملك وسليم غلام، والمنعطف ما قبل الأخير. والصدارة لا تزال أعزائي الجمهور والحضور الكريم مع الجواد مياسة وطامح الآن يحاول بخطف الصدارة، ومن الجهة الخارجية معزوز محاولات للحاق، ولكن مياسة وطامح من الجهة الداخلية، مياسة من وسط الجياد والقادم معزوز من الجهة الخارجية، طامح السيد إبراهيم سعيد المالكي والبرتو سنة ومعزوز من الجهة الخارجية، ومياسة من وسط الجياد طامح ومعزوز ومياسة ومعزوز الآن معزوز. وهذا الشوط الجميل راشد مبارك جفال النعيمي والسنة. ونتائج الشوط السادس أعزائي الجمهور والحضور الكريم، جاء في المركز الأول الجواد رقم 4 معزوز ملك السيد راشد مبارك جفال النعيمي والفارس بيير كونفرتينو والمدرب ماجد سيف الدين بتوقيت وقدره 2:06 و67 جزء من الثانية، مبروك. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 5 طامح ملك السيد إبراهيم سعيد المالكي والفارس ألبرتو سنة، وفي الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 1 مياسة ملك السادة مربط إنجاز والخيال جي بي جامبر، وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 3 القطري ملك السيد حسن علي عبد الملك العبد الملك والفارس سليم غلام، وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 2 قاصي ملك السيد حمد عادل علي المسلماني والفارس يانيس أوابد. ابقوا معنا أعزائي الجمهور والحضور الكريم لمشاهدة الشوط السابع على كأس السافلية للجيادة المهجنة الأصيلة الدرجة الثانية.